تنسيق البيانات الإحصائية بالقطاعات الدائرية. خدنا قبل كده تعريف القطاع الدائري، وعرفنا إن القطاع الدائري هو عبارة عن جزء من سطح دايرة، الجزء ده محصور بين نصفي قطرين وقوس. أدي نص قطر اسمه ميم ألف، ونص القطر التاني ميم ب، والقوس اسمه ألف ب. المنطقة المحصورة بين التلاتة دول ده اسمه قطاع. يبقى أنا عندي هنا قطاع اسمه ألف ميم ب، كل قطاع ليه زاوية مركزية، كل قطاع ليه زاوية مركزية. القطاع ألف ميم ب الزاوية المركزية بتاعته هي برضو اسمها ألف ميم ب. يعني ايه؟ يعني الزاوية المركزية بتاعت القطاع الصغير اللي هو ألف ميم ب اهي اللي انا محدداها دي، اللي هي زاوية ألف ميم ب. ينفع احدد قياس الزاوية المركزية لكل قطاع، وهنعرف دلوقتي احددها ازاي. بص نشوف هنا، عندي الدايرة بتاعتي متقسمة ثلاث قطاعات، قطاع واحد قطاع اتنين قطاع تلاتة. قلنا كل قطاع ليه زاوية مركزية. يعني مثلا لو انا سميت هنا النقطة دي س، والنقطة دي ص، والنقطة دي ع، يبقى القطاع رقم واحد الزاوية المركزية بتاعته اسمها س م ص، وقلنا عليها زاوية مركزية عشان هي مكانها عند مركز الدايرة. طيب القطاع رقم اتنين الزاوية المركزية بتاعته ص م ع، القطاع رقم تلاتة الزاوية المركزية بتاعته س م ع. طيب نشوف كده، القطاع رقم واحد مساحة سطح القطاع رقم واحد عبارة عن ربع مساحة الدايرة كلها، ربع مساحة الدايرة كلها. عشان كده زاوية القطاع رقم واحد قلنا هي س م ص، عايزين نعرف قياسها قد ايه. من نظر كده على الرسمة الزاوية دي كده قياسها قد ايه، كلنا شايفين انها زاوية ايه، زاوية قايمة، يبقى قياسها 90 درجة. طب نشوف زاوية القطاع رقم اتنين، برضو مساحة القطاع رقم اتنين عبارة عن ربع مساحة الدايرة كلها، يبقى زاوية القطاع اتنين هي علامة الزاوية ص م ع، قياسها كام؟ الزاوية المركزية دي قياسها برضو 90 درجة. نشوف القطاع س اللي هو القطاع التلاتة رقم تلاتة، س م عين اللي هو القطاع رقم تلاتة، الزاوية زاوية القطاع رقم تلاتة هي س م عين. الزاوية دي كده دي زاوية مستقيمة، قياسها كام؟ 180 درجة. طب لو انا هجمع الزوايا دي كلها هتبقى كام؟ هجمع 90 و90 و180، يعني هجمع الثلاث زوايا المركزية اللي حوالين مركز الدايرة. لو جمعت 90 مع 90 مع 180 درجة هيديني 360 درجة. معنى كده ان مجموع زوايا القطاعات، القطاعات الدائرية بقى كلها، قطاع ده وقطاع ده وقطاع ده، القطاعات الدائرية المتجمعة حول مركز الدائرة تساوي 360 درجة. يعني لو جمعت زوايا القطاع الواحد القطاع رقم واحد مع زاوية قطاع رقم اتنين مع زاوية قطاع رقم تلاتة هلاقيهم 360 درجة. يبقى مجموع زوايا القطاعات الدائرية المتجمعة حول المركز اللي هو ميم اهو،
ب 360 درجة. يبقى معنى كده اقولها بقى بصفة عامة ان مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة بيساوي 360 درجة. مركز الدائرة ده عبارة عن ايه؟ عن نقطة. نعرف بقى مع بعض كده ان الدائرة كلها على بعضها دي 100%، زي اي حاجة كاملة عندي تبقى النسبة المئوية بتاعتي 100%. طب القطاع رقم واحد عبارة عن ربع الايه؟ ربع الدايرة، يعني ربع 100%. يبقى النسبة بتاع القطاع رقم واحد 25%. تمام. طب لو انا عايزة احسب زاوية القطاع رقم واحد، عايزة احسب الزاوية اللي انا قلت عليها 90 بمجرد النظر كده، لو عايزة احسب زاوية القطاع رقم واحد كنت هقول ربع في 360 درجة. ليه في 360؟ مش كل القطاع الزوايا بتاعته، كل الدايرة الزوايا بتاعتها 360 درجة. يبقى انا لو عايز القطاع الاولاني هضرب ربع في 360 هيديني 90 درجة. طب لو عايز زاوية القطاع التاني، برضو القطاع التاني عبارة عن ايه؟ ربع. او لو انا بقول 25% هي هياها، ممكن اقول 25 على 100 واضربها في كام؟ في 360، عشان 25% دي هي نفسها الربع، هي نفسها الربع. طب القطاع رقم 3 ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص الدايرة، يعني نص وهضربه في كام؟ في 360 هيديني 180 درجة. يبقى سواء انا استخدمت الكسر او استخدمت النسبة المئوية بس هضرب في 360 هيديني قيمة زاوية كل قطاع. نشوف بمثال عشان نفهم اكتر، ويبقى المثال هيوضح كل حاجة اتشرحت دلوقتي. مثال بيقولك ينفق موظف راتبه الشهري على النحو التالي: 25% توفير، و50% للطعام والإيجار، و25% مصاريف أخرى. مثل هذه البيانات باستخدام القطاعات الدائرية. علشان أمثل البيانات دي باستخدام القطاعات الدائرية أنا محتاجة هعرف زاوية كل قطاع. هو 25% دي يعني ايه؟ يعني ربع. يبقى معنى كده ان اول حاجة هو بينفق الموظف راتبه الشهري على النحو التالي: 25% توفير، يبقى كأن ربع الدايرة توفير، و50% للطعام، يبقى نص الدايرة بكام؟ اللي هو للطعام 50%، و25% مصاريف اخرى. نشوف كده مع بعض. هنجيب البرجل بتاعنا وارسم وافتحه فتحة مناسبة وارسم دايرة زي ما انتوا شايفين كده. حدد مركز الدايرة، نجيب المسطرة وقال لي هنا 25% توفير، يبقى انا محتاجة ربع الدايرة اللي هي 25%. وعلشان احسب 25% اللي احنا قلنا عليها ربع لسه قايلينها دلوقتي، يبقى الزاوية بتاعت ربع القطاع قد ايه؟ 90 درجة. يبقى هاجي بالمنقلة بتاعتي ووقف الخط بتاع المنقلة عندي على الخط بتاع القطر اللي انا رسمته دلوقتي، ومركز المنقلة عند مركز الدايرة مظبوط. وبعد كده هقيس لحد 90 درجة، بدأ من عند الصفر هوصل لحد 90. ادي النقطة بتاعتي دي اللي هتحدد لي الزاوية المركزية للقطاع اللي هو الربع دايرة اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو 25%. واكتب هنا 25% توفير. تمام. قال لي 50% للطعام. طب 50% للطعام يعني ايه؟ 50% يعني نص. احنا قلنا دايرة كلها 100%، 50% يعني نص الدايرة كاملة. طب يبقى النص عندي مرسومة اهو كامل تحت اهو جاهز، يبقى هاجي تحت هنا واكتب 50% للطعام والايجار
25% مصاريف أخرى. 25% ده ايه؟ اللي هو ربع الدايرة. يبقى هنا 25% واكتب عليه مصاريف أخرى. يبقى أنا كده مثلت بالقطاعات الدائرية زي ما هو كان طالب مني. تمام. نيجي نشوف مثال تاني. المثال ده بسيط مفهوش أي زوايا، زوايا احنا عارفينها ما حسبناش فيها حاجة. نشوف بقى مثال تاني، مثال تاني كده بيوضح أكتر ازاي أحسب زاوية كل قطاع. بيقول لي يبين الجدول التالي النسب المئوية للمواد المفضلة في إحدى المدارس الابتدائية، ومديني جدول وهنا المادة لغة عربية النسبة المئوية بتاعتها 35%، رياضيات 30%، علوم 20%، لغة إنجليزية 15%. طالب مني إيه؟ بيقول لي يمثل تلك البيانات بالقطاعات الدائرية ثم أجب إذا كان. الأول همثل بالقطاعات الدائرية وبعد كده أشوف الأسئلة اللي هو عايزني أجاوب عليها مطلوب فيها إيه. عشان أمثل البيانات دي بالقطاعات الدائرية أنا محتاجة أعرف زاوية الزاوية المركزية لكل قطاع من القطاعات دي. الأول أحسب الزاوية المركزية لكل قطاع، أنا عندي 4 قطاعات يبقى أحسب الزاوية المركزية الأول لكل قطاع. أول حاجة هقول قياس الزاوية المركزية لقطاع اللغة العربية. هي نسبة اللغة العربية عندي كام؟ 35%. 35% دي يعني 35/100، هضربها في كام؟ في 360 درجة علشان أعرف أطلع زاوية القطاع بتاع اللغة الإيه؟ العربية. يبقى أنا خدت 35% اللي هي 35/100 وضربتها في كام؟ في 360. لما اضرب 35/100 في 360 هيديني 126 درجة. يبقى اول قطاع لما اجي همثله وارسمه هرسم الزاوية المركزية بتاعته كام؟ 126 درجة. هجيب لكل قطاع بالشكل ده، هقول برضو قياس الزاوية المركزية لقطاع الرياضيات يساوي. هو قطاع الرياضيات النسبة المئوية بتاعته كام؟ 30%. يبقى هقول 30/100 × 360 هيديني 108 درجة. هجيب برضو كده بعد كده قياس الزاوية المركزية لقطاع مادة الايه؟ العلوم. هيساوي مادة العلوم النسبة المئوية بتاعته كام؟ 20%. يبقى 20/100 وهضربها في 360 هيديني 72 درجة. هجيب اخر قطاع اللي هو قياس الزاوية المركزية لقطاع اللغة الإنجليزية يساوي. قطاع اللغة الإنجليزية عندي في الجدول 15%، يبقى هقول 15% دي هتبقى 15/100 هضربها في كام؟ في 360 درجة. بالآلة هيديني 54 درجة. أنا كده جهزت شغلي وحسبت زاوية كل قطاع، وبعد كده المفروض مطلوب مني اعمل ايه؟ همثل ده بقى هرسمه. طب هرسم ازاي؟ هاجي اجيب البرجل بتاعي، لازم يبقى في ايديا برجل، في ايديا ومسطرة ومنقلة. هفتح البرجل بتاعي فتحة مناسبة وارسم دايرة الشكل ده. بعد ما رسمت الدايرة بتاعتي هاجي احدد مركز الدايرة واسمي المركز هنا ميم. وهاجي
هبدأ أرسم أول قطاع، كانت الزاوية بتاعتي هنا 126 درجة، يبقى هاجي أرسم الأول نص قطر من أول المركز ميم لحد الدايرة بالشكل ده كده، ادي المركز، هجيب المنقلة بتاعتي، مركز المنقلة عند مركز الدايرة، نفس الخط اللي على المنقلة ده اللي هو عليه الصفر يبقى على نفس الخط بتاع نص القطر اللي انا رسمته بالطريقة دي، اظبط منقلتي الاول قبل ما ابدأ اقيس. لما اجي اقيس هبدأ من اول الصفر، واول قطاع عندي كان زاويته 126 درجة وهقيس 126، صفر عشر عشرين، اخد بالي انا ماشية على التدريج اللي بادئ من عند الصفر لحد هنا 90، عند 90 100 110 120، هتني اعد كده لحد ما اوصل لمين؟ 126. دي 100 110 120 126، بعد 120 بست شرط، تمام؟ في النص بين 120 و130، تمام؟ يبقى أنا هاخد الست شرط، الشرطة الكبيرة اللي في النص دي، بس هنتنقل بعدها شرطة كمان صغيرة، يبقى بعد 120 ست شرط، وأحط هنا النقطة بتاعتي بالشكل ده، تمام؟ وهاجي هوصل، هوصل لحد محيط الدايرة وما كملش. يبقى أنا كده رسمت أول قطاع الزاوية بتاعته كام؟ 126 درجة. قبل ما اتنقل وارسم القطاع اللي بعده لازم اكتب بيانات القطاع الأولاني عشان ما تلخبطش، هكتب هنا 126 درجة، تمام؟ القطاع الأولاني ده اسمه ايه؟ اسمه قطاع اللغة الايه؟ العربية. يبقى هكتب له هنا اللغة العربية، وكان كام في المية؟ 35%. يبقى انا كتبت بيانات اول قطاع عندي 126 درجة، دي الزاوية، واسم القطاع اللغة العربية، وكان 5. كده احنا رسمنا قطاع اللغة العربية. اللي بعد كده قطاع الرياضيات، الزاوية بتاعتي عندي هنا 108 درجة. علشان ارسم قطاع الرياضيات يبقى انا هبدأ من مكان ما انا انتهيت، انا انتهيت عند قطاع اللغة العربية عند الخط ده كده، يبقى هبدأ قطاع الرياضيات من عند الخط ده، ماليش دعوة بقى بالبداية دي خالص، ماليش دعوة بالقطاع ده كده، القطاع ده خلص. يبقى هبدأ ارسم قطاع الرياضيات من بدايتي الخط ده وكده. طيب ينفع يا مس نقول البداية ده كده واعمل المنقلة كده بالشكل ده؟ ينفع المنقلة تبقى بالشكل ده؟ انا لو انا جيت قست الزاوية اللي هي 108 وبداية الخط ده والمنقلة بالشكل ده، يبقى انا الزاوية بتاعتي هتيجي فين؟ هتمشي كده. ده غلط، مش هينفع. ليه؟ لان لازم القطاعات بتاعتي هتبقى كلها في اتجاه واحد. انا رسمت قطاع اللغة العربية وكنت بقيس، اتحركت من النقطة ألف هنا مثلا واتحركت عند النقطة مين؟ ب، اتحركت كده، تمام؟ طيب قطاع الرياضيات يبقى لازم اتحرك في نفس الاتجاه ده، يبقى انا هبدأ منين؟ هبدأ على الخط ده اهو، الخط ده اللي انا انتهيت من عنده، واعمل ايه؟ وابدأ اقيس وهتحرك في نفس الاتجاه لتحت كده، كله ماشي في اتجاه واحد. انا مشيت كده اتجاه اللغة العربية، يبقى اتجاه الرياضيات هيمشي فين؟ هيمشي في نفس الاتجاه. يبقى احط مركز المنقلة عند مركز الدايرة بالشكل ده، والصفر بتاعي عند الخط اللي انا انتهيت منه قطاع اللغة العربية، وابدأ اتحرك 108 درجة، تمام؟ وهتحرك في الاتجاه لتحت كده، هبدأ 0 10 20 30 لحد 90 اهي، بعد 90 100 108 درجة، دي 100 وهنا 108 هتبقى هنا في الحتة دي كده، بعد 100 بتمن شرط، بعد 100 بتمن ايه؟ شرط، تمام؟ وهاجي هوصل لحد محيط الدايرة بس بالشكل ده، يبقى الزاوية بتاعتي دي كانت كام؟ 108 درجة، والقطاع ده اسمه قطاع الرياضيات.
كان النسبة بتاعتي كام؟ 30%. تمام. القطاع اللي بعد كده هو قطاع الايه؟ الهلوم. زاويته كام؟ 72 درجة. هبدأ منين؟ الخط الاخير بتاعي اللي انا رسمته ده، ده اللي هوقف عليه المنقلة، وتبقى المنقلة بتاعتي لتحت كده. مركز المنقلة عند مركز الدايرة، والخط الصفر بتاعي اللي عن المنقلة يكون على نفس الخط اللي انا رسمته الاخير. تمام. اظبط منقلتي الاول قبل ما ابدأ اقيس بالشكل ده، وهقيس 72 درجة. ادي 0 10 دي 0 10 20 30 لحد 70. بعد 70 بشرطتين اتنين عشان بقيس 72 درجة بتاعتي بالشكل ده. واجي اوصل لحد الخط بتاعي، لحد ايه؟ محيط الدايرة بس، واكتب البيانات بتاعتي 72 درجة. القطاع ده اسمه قطاع العلوم. كان كام في المية؟ 20%. طيب نيجي اخر قطاع فاضلي اللي هو قطاع اللغة الايه؟ الانجليزية. طيب القطاع ده محتاج ان انا ارسمه ولا هو مرسوم اساسا؟ لان هو ده القطاع اللي باقي عندي، ده القطاع اللي باقي عندي. الزاوية بتاعته كانت كام؟ 54 درجة. انا كنت حاسبها 54 درجة. لو انا جيت وقست الزاوية دي عشان اتأكد انا رسمة مظبوطة ولا لا، المفروض تطلع لي كام درجة؟ 54 درجة. يبقى هنا 0 10 20 30 40، 54 درجة طلعت فعلا مظبوطة، 54 درجة. هكتب برضو بيانات القطاع الاخير ده، 54 درجة، وده قطاع اللغة الانجليزية. خمستاشر في المية كده. يبقى انا مثلت بالقطاعات الدائرية زي ما هو كان عايز. بيقول لي ايه بقى كمان سؤال هنا؟ اذا كان العدد الكلي للتلاميذ 200، فما عدد التلاميذ الذين يفضلون مادة الرياضيات؟ لو عدد التلاميذ كلهم 200، عايز عدد اللي بيفضلوا الرياضيات. طيب هنقول له كده، عدد التلاميذ الذين يفضلون مادة الرياضيات يساوي، هو نسبة اللي بيفضلوا الرياضة قد ايه؟ 30%. يبقى 30 على 100، وعددهم كلهم كام؟ قال لي 200. يبقى 30 على 100 هضربها في 200، هيديني 60 تلميذا. في سؤال كمان بيقول، ما هي المادة الأكثر تفضيلا لدى التلاميذ وما عددهم؟ تفتكروا كده أكتر مادة بيفضلوها التلاميذ أني واحدة؟ مش اللي نسبتها أعلى؟ طب هنا أكبر نسبة عندي مين؟ 35%. يبقى أكبر مادة بيفضلوها مادة اللغة الإيه؟ العربية. طب عددهم كام؟ يبقى هقول المادة المفضلة هي مادة اللغة العربية، وعددهم يساوي عدد نسبة اللغة العربية كام؟ 35%. يبقى عددهم هيبقى 35 على 100، وهضرب في كام؟ في 200، هيديني 70 تلميذا.